أمر السفر يا نظر عيني قضى فيني. على فكرة السلبية الثانية أنه يكون هذا عكس، يوم أصير أريد أروح يمين لازم أضغط يسار. هذه صغيرة بس واضح أن فيها شغلات. أوه الكرات هذيك، أيوة ما شاء الله البلانك انتظرني. شوف وينه الحين، ما عندنا هذاك اللي يثبت. متنا متنا عندنا، يسحب أربعة كذا. وينه؟ ما أشوف شيء يا الربع، والله ما أشوف شيء. أي كويس، خلاص حطينا على الصخور ماشي حولها إن شاء الله. السلام عليكم يا أهل البيت، حد موجود هنا ولا هنا؟ الله يستر. أيوة هذا رد السلام علي. وين الأسلحة؟ بسرعة قبل أحد يهاجمنا. أوه نسيت الكشاف تبا. هلا بالصخرة. هلا إن شاء الله هذه الجزيرة بما أنها صغيرة ما فيها شو اسمه ذا حيوانات، ما في أحد يا شباب، ما في أي حركة. هلا بالعيال، هلا هلا هلا. هذا كيف قتلته آخر مرة؟ إيه بالريوس، أجيه من وراه الظاهر ما يحس فيني. سنيكي بيكي أما اثنين يا شباب قدام بعض. الله يخرب بيتكم. هذاك نحاش نحاش، هذاك ضربتين جته. ياهو اثنين مع بعض لا ما ينفع. تعالوا تعالوا هناك ضربنا، تعالوا هنا. يوه وينهم؟ سحبوا علي. يا طيب تعال تعال، ما اشوفك، ما عندي كشافات والله. تعال شكله وجها لوجه والله. موت يخرب بيتك موت. هذا عشانه. وين الثاني؟ هذا بيداهمني بعد شوي وانا مش فاضي له. دام موجودين هذا لا اكيد في ثعابين. هذا هو صدت لك ضربتين انت صح؟ موت يا ابني موت، موت يا ابني موت. اكلهم هذا كويس اتوقع، ما يقول اوه كراب مدري ايش يوم نسوي له سكن. تدرون في غلطه ثانيه اني اجيب اسلحه معي، المفروض اني اسوي الاسلحه هنا في نفس الجزيره بس يلا ما عليه. تكفى كوكنت. ايوه يا سلام تعالي اشرب اشرب، فكنا من شرك. اوكي بعد ناقصني ثلاث في كوكنت. يا ساتر يا طول يا طول النخله هذي. خوفك تنقز تنكسر عظامك ترى. اللاعب يتاثر وفيه دواء تصير تربط ركبتك فيه، يعني مشوار الله لا يرويكم، مشوار السموم والسواليف هذه كلها. فيه معلومات يعني كمية معلومات على اللعبة بشكل ما تتصورون. النخلة فيها ولا ما فيها؟ الا فيها. يا ريتني جايب لي كوكنت معي، موجود في الجزيرة هناك الفاضي. اي أيوة والله هذه غلطة ثانية. ايوه الحمد لله. اوكي هذه النخلة الأولى. الفاس عندنا 87، راح اصفر هنا في الجزيرة. يبينا نسوي تجربة بعد شوي، انه لو اخذته كذا كم راح يشيل الخانة، كم من هذا يشيل الخانة، ولو كسرتهم صغار اربعة كم راح يشيل. هذا بنسوي له سكن واحنا راجعين الجزيرة عشان لا يعفن بسرعة. ايوه 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 سكنهم في مساكنهم. كويس ما طارت في وسط البحر. ايوه هذا الرك، عشان كذا انا جايب الكرود اكس او الريفايند بيك او البيك اكس. هنشوف كم ضربة تقريبا. 15 ضربة عشان اكسره كامل. وهذا 2 3 4 5 6 6 صخور كلهم نفس الشيء، بس الظاهر ان كل جزيرة فيها واحد، مش كل الصخور يمديك تكسرها للأسف، ولا كل الشجر يمديك تكسره. ولا هذا كمية خشب مفروض تطلع منها، هذه زينة بس. والله قربت شرق الشمس وانا جالس انفض الجزيرة هذه من النخل. راح ارويكم بعد شوي من قوة الروقان وش جالس اسوي. تعال تعال تعالي بدنا نستكشف السفن هذه. شوفوا يا جماعة جالس ارسم لي نجمة من الفضاوة طول الليل جالس اكسر. ما ادري اذا النجمة تبين ولا لا، لكن هذا اعتبره سيدة هناك كذا. لو انا واقف ثلاثة من هناك وثلاثة من هنا، يعني كذا ترسم نجمة. ما عجبتكم؟ طول الليل تعبي هذا كله ما عجبكم؟ لا والله في فكرة في الموضوع، في روقان في السالفة، بس انتوا
بعد شوي بتشوفونه بعد شوي بتشوفونه. خلنا يوم أكسر برويكم الصورة كيف بتطلع. هو الرسام دائما في البداية يقولون وش استهبال هذا، بعدين يقلب اللوحة كذا عرفت، تصير تطلع الموهبة. شوف يوم تكسر تصير هو يتوزع الحالة، يعطيك رسمة جميلة. بعدين أول شيء نفتك من هذا، لا تنفرش، خلك واقف يا أخي، والله خربت الخطة يا شباب. بس هو كان في شكل جمالي، يصيرون اثنين فوق اثنين كذا، اثنين وجنبهم اثنين، كانت بتكون فيها رصة حلوة. بس الظاهر لأن الأرض مش مستوية في هذا المكان فرسمتي البيئة خربت رسمتي. أوف زابنة زابن، هذا المفروض يمديك تقتله توخره، ما له داعي يعني خلاص. لو جزيرتي الرئيسية مثلا فيها نفس هذا، ما له داعي تم شايل همه. والله شيء جميل، تجي للجزيرة وتشرب من مايها وتأكل من أكلها وتجيب موادك وترجع للجزيرة الأولى الرئيسية. ما يمدينا نشيل معه ثاني صح؟ دقيقة، واحد اثنين، كل واحد ياخذ لي خانة واحدة الحالة. لا كذا ما استفدنا. وإذا كسرتهم هذا الاثنين يصير واحد اثنين ثلاثة أربعة تقريبا، لا يصير يشيل أربعة. شوف ما فرقت يعني، ما استفدنا، مش نفس نظام النخل أو السعف حق نخل هذا، كل واحد منهم يعطيك أربعة وأنت عندك أربعة، يعني أربعة ضرب أربعة 16. فأنا الحين ما أخذ لي 16 سعف، أما لو فرقتهم بأخذ ربع الكمية بالضبط. اللي شاف الحلقة الماضية بيفهم كلامي. بس اللي بيفرق معانا أنه لازم نخليه لوج كامل عشان استخداماته في المصانع لو تذكرون. فخلني أنا بشله لوج كامل، بعدين لو احتجني كسر بكسره، واللي مكسر هذا خلاص أنا أخذ مكسر. شوف 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 الوساخة، شوف الوساخة في هذه الجزيرة. شوف وربي هذا سام وهذاك سام وفي صخرة، يبيلك تنتبه في هذه الجزيرة. الظاهر كل الجزر وسخة ما عدا جزيرتنا الأولى اللي رسبنا فيها، كانوا مدلعيننا شوي. من ناحية الأكل والشرب أموري طيبة، ناكل من خيرات الجزيرة نشرب من خيراتها. بس الشيء الوحيد إنه ما يمديك تخزن، فلازم تسوي الكامفاير، هذه المشكلة الوحيدة. وما راح يتطلب شغلات كثير، ثلاثة وود أربعة سعف واحد لاشينج. أوه في روك ثاني، والله بالصدفة جيت أكسر الأشجار الصغيرة. يعني كل جزيرة، الجزر الأولى أول ثنتين اللي رحت لهم لابد أني أرجع لهم. الحمد لله عقدة الستونز هذه افتكت، كنت شايل همها والله. I need to cool down. أوكي لاعبي تعب، شوف كيف حمر. خلنا نجلس في الظلال شوي. هنضبط الكام فاير أنا، وش رايكم تحت الظل؟ ما يتحمل فديته، ما يتحمل. ساعة كم الحين؟ والله العطش 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 العطش، شوف كيف العطش ينقص بسرعة. وقف في الظلال بسرعة، واضح انه معرق وخلاص متلتة. 20,000 نخلة كسرها مسكين. لا يبالنا وتر ستيل، والله الوضع جدا سيء كذا. اوكي وقف، بدأ يزيد هذا الـ SPF لأنه في الظلال، والعطش بدأ يخف تخف سرعته. يبالنا وتر ستيل. النخل عندنا هنا والسعف وكل شيء، ليه ما نسويه؟ خلنا أول شيء نسوي البيس تحت الشجرة هذه، وبعدها نسيف. ما يمدينا ننام، ناخذ لنا غفوة، ما يمدي للأسف. ما ينام إلا في الليل الساعة مدري كم. الوتر ستيل ثلاث صخور، واحد كلوث، واحد لاشينج. يا أعزائي الكوكر ممتاز، أعطونا قليلا من الماء. أوكي برد اللاعب، أموره طيبة، وشرب ماي خلاص. كفي دلع، كفيك دلع. معنا الوتر ستيل والله مش خسارة. والله يا شبابي أني مغبون على الإضاءة، أني ما جبتها. صدقوني يا شباب جمعت بالطلبات الوتر ستيل كامل، بعدين قلت يا أخي ليش أسويه؟ ليه؟ ما بسويه إلا وأنا مضطر. خلاص أنا بغادر الجزيرة، ما أحتاج إني أديها مرة ثانية، ما في أي شيء والنخل ما ينمو، فوش اللي يخليني أرجع لها؟ جبت السعف وجبت كل شيء منها، فيب الوتر ستيل يا رجال سوى يا رجال سوى. وش المتطلبات يعني اللي يطلبها يعني؟ وش يطلب يعني؟ واحد كلوث يعني؟ ولا واحد لاشي؟ ولا واحد فلاسك؟ سوى يا رجال سوى يا رجال. يا اني محتار فيه، قال لي يا اخي يمكن سمكه قرش عطشانه كذا تيجي ولا شيء، ولا واحد يطيح من طياره نفس وضعي. كبرت السالفه والله وهي صغيره. الحين بجهز غريضاتي هذه كلها اللي مجمعها للرحيل. طبعا الحين الساعه 12 بالليل، 12:30، بحطها كلها في الصناديق بحيث الصبح اروح الوت السفينتين هذا اللي قدامي، وبعدها اشيل نفسي خلاص. طبعا الود مره كثير، والصخور هذه واللاشنج، واحد اثنين كلوث واحد سويت فيه، 12 من النخيل. طبعا كل واحد منهم يعطيني أربعة، وهذا اللي بعدين ما نتفاهم معهم احنا رايحين عشان لا يخربون، واثنين من شو اسمه ذا السكراب. صناديق ان شاء الله انها بتكفي، والسفينة ان شاء الله انها تشلني.
والله يا شباب وانا ارتب الصناديق برويكم اياهم بعد شوي، جيت فضيت هذا كامل، كان فل شربته كامل، صار اعطاني اربع بارات، يعني الحين تشوفون الماي اربع وربع، كان شعره ربع بس باقي وما عندي اي كوكنت. فاذا كنت بتروح جزيرة وتعرف انك بتنام فيها ليلتين ما يكفيك الماي ابدا، او الكوكنت اللي موجود في الجزيرة ما راح يكفيك، تقريبا هم ست سبع تحصلهم. المهم انا بانتظار النهار. الغريب في الموضوع اني شربت قرابة الخمس او ست مرات ولا زدت اي فايبر، لين الحين فل، ما ادري والله في شيء غريب. العموم اشرقت الشمس، خلنا ارويكم البضائع اللي معي، تجميعة الجزيرة هذه. طبعا هذا لو احنا رايحين مثل ما قلت لكم، صناديق هذه رصيتها. اول شيء ببدأ لكم اليمين مثل ما تشوفون، اغلبه ود 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 اللي هو اللوجز، اللهم زاد عندي مساحة الاثنين سكراب او البلانكت، وهنا ود بس مقصقص وفي مساحة هنا خامسة، اوكي ما انتبهت لها، وهنا كلها صخور جتني بالضبط، اللهم زاد صخرة واحدة حطيتها مع هذا و16 فايبر، واحد كلوث وهذا الاثنين. تقريبا اني خليت صندوق واحد فاضي، ما في اي صندوق فاضي للسفينة اللي بنحصلها في السفينة. صناديقي كلها انترست، تسع صناديق وهذا العاشر، وهذا لسه ما حطيته، اعطى النطة بسم الله. على فكرة كان في شيء سام هنا نسيته، كويس اني ما طحت فيه. ارقى يا قلبي ارقى، في مكان ترقاه يعني، هذا تتمسك فيه، ارقى يا ابني ارقى لا تستهبل. عيب، دقيقة من فوق الصخرة ممكن، بسم الله. تكفى يا اخي، انا عندي فكرة لعلها تضبط، بس هذا ايش يوقفه بعدين في البحر؟ هج هج هناك 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 هناك، اوه شراع مش منزله، شكله بينكبنا هذا، لف 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 كذا لف كذا، ايوه ايوه يا سلام عليك، بس 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 يوه سالفه مطوله، تعال كذا هنا، ايوه ايوه يا سلام يا سلام، شراع واقف، تكفى تكفى لا تبعد تكفى لا تبعد، الوت على السريع بس البولز هذا ما احتاجهم، هذه طريقة ثانية بس اثبت هناك تكفى، هذه طريقة بس ثانية تخليه تحت تقريبا. وش عندنا هنا؟ ما في شيء ما في شيء. على فكرة تذكرون فيه في الجزيرة الأولى جنبها قاربي، لسه موجود لسه موجود، في كان شيء معلق هنا وناسيه، فبإذن الله يوم نرجع للجزيرة الأولى أنا بشوفه. أيوه في شلف هنا يا سلام، نسيت أنه في والله أني فاهي، وحصلنا واحد كلوث جدا ممتاز. تعال هنا لا تروح علينا، تسافر لحالك ونشوف وش يجينا. وش ذا؟ ليبل ماركر، وهذا وش هو؟ هذا عندي وهذا عندي، ما ادري ليش تستانس بهذا فيول ميكر، ايش رايك نبدل غرض واحد جديد واربع اغراض متكرره ما نحتاجها، بنسوي لود، نفتح الباكج وينه؟ ايوه بهكل انجن بارت فلير مطرقه، افضل افضل من حتى صارت اربع شغلات، لان شغلات حلوه الظاهر. ونروح السفينه اللي بعدها، هذه السفينه اللي كانت كبيره نشوفها من بعيد، مستحيل يا اخي، بس هذا اللي فيها ايش هذه؟ صخره هنا ولا ايش يا اخوي؟ شيء ما تعرفه خليه يخرب بيته. هذه هذه السفينه الكبيره واضح، بس تعال لازم نجيب سفينتنا عشان نرقى. يا اخي الانكر رفع ضغطي، هذا كيف اسويه؟ خله يثبت لنا السفينة، مش معقول كل شوي نلاحق وراها. أربعة لاشنج سهل يا رجال، أربعة لاشنج وست صخور، وعطنا من لاشنج اوريدي أصلا بنفضي مساحة. شوف الفيهيكل انجن بارت اللي طلع لنا قبل شوي مهم والله، والفلتر هذا الاثنين جوني قبل شوي في الصندوق، والفيهيكل فيول بارت، الفيول عندي أتوقع في البيس، والإلكتريك إن شاء الله أني بتفضلهم في الحلقة الجاية، بس خلنا نمشي أمورنا في الشراع كبداية. طيب أربعة لاشن، يحتاج لاشن كثير عشان يربط الصخور هذه. أحلى شيء في اللعبة إنه فيه ترابط بين الشيء اللي بتصنعه والمواد اللي تحتاجها. فالحبال هذه يا شباب شوفوا كيف بيطلع الشكل، دقيقة يجينا ليل وحنا لسه ما رحنا، ندور على هامر ندور على لاشنك، إن شاء الله ما يصقع هنا. كويس، الحلو في التاير إنه مرتفع، لو الكرات الصفراء هذيك اللي لقيناها سوينا فيها الفاونديشن ممكن يصقع في الأرضية هذه. ايوه اخيرا المحاولة رقم 15،
اوكي صندوق. انا ليش جايب الاغراض الثانيه معي؟ كيف بشوف؟ اوكي واضح الحمد لله. في الطابق الاول استعجل. ايوه مساحه فل. هو يمدينا نتنفس داخل الحمد لله. كم بس ما اريده قد ما اريده. اوه صح فيه مطرقه معاي. المطرقه ليه ما سويت الانكر؟ معاي المطرقه طلعت لي في صندوق. يا ربي الذاكره. استغل الصندوق اللي موجود نعبيه. اوكي اخذنا كل شيء. بس كانت في ترتيبات كذا خفيفه لطيفه سويناها. على فكره ممكن نستغل الاكسجين اللي جاني بس يلا ما يحتاج. بسم الله ما في اي شغلات سامه هنا. اوه شغلات. اوه الحمد لله خفت والله. كويس انه موجه تقريبا كان الى الجزيره ولا كان الحين تلقاني اختم الحلقه وانا اسبح لاحقه. هذا حق التسميه تقريبا تصير يمديك تسمي فيه. دقيقه وين راح هذا وود كونتينر؟ اوكي تضغط عليه يمديك تسميه مثلا خشب. شوف تغير اسمه وود. شيء جميل. هذا يصير مثلا روكس. هذا يفيدك متى؟ يفيدك في البيس بعدين الشغلات اللي ترتبها في البيت مش الحين لان هذه الشغلات بتتغير اللي في الصندوق كل شوي. وجانا الليل والسواليف اللي ما خلصت. انا بروح بنام والله بروح بنام عشان امشي الوقت خلاص استمخت. الوضع في الليل مزري. كيف وضع الاكل؟ اوكي اول شيء عطنا كوكنات قبل لا ننسى. بسم الله ناكل ثنتين وبعدين نخليها 10 ثواني وناكل الثالثه عشان لا يتسمم او يمرض او يطقع بمعنى اصح. خلاص 10 ثواني اعطيناك. اوكي للطوارئ التونه دوما وابدا موجوده. بس في خبصه هنا راح ارتبها على السريع. والله يا اني خايف اتحسف بعدين هذا الانجن بارت يكون ما له لزمه اجمعه يعني اللي يكون مكرر كثير. بنصنع اللهم صل على محمد الانكر قبل لا نروح لانه ما في مكان للصخور اوريدي. فكان محتاج 6 و4 لاشنج. 4 لاشنج موجود والانكر اخيرا. تكفى 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 علقها هنا ولا هنا. ايوه يمكن لازم يكون في البحر. ايوه واخيرا الله سبحان الله يثبت الحين. الحين خلنا نشوفك تطير. صير اثبته اي مكان لا اسحبه ولا شيء. الله 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 يشده شد. والحين الساعة 1 الظهر. شوف كيف الشمس تصير. لازم نكون في ظله. بجيب الحلوين هذا الاثنين في الظل. لو سافرنا الحين بيموت من العطش على طول. حلو قطعنا الاثنين كراب الكبير وعطانا ميديم كراب ميت 4 حبات وجهزت الكوكنت. اخر السفن ونمشي. ايوه في صندوق حلو بس ما يمدينا نشيل الصناديق كلها تدرون. السفينة اللي بعدها والله هذه كبيرة. كيف كذا ما يبين الا طرفها. اوكي كونتينر ننزل تحت في فتحة بعدها. اوه هذا كويس عندي امكان له. نقدر ناكل وسط البحر والله نقدر. شارك جاني شارك جاني الشارك الله يخرب بيته. نسيته والله نسيته. هذه الحلقة خلنا نرمي لنا شيء فيكل انجن بارت. فيول عندي خلنا ناخذ الفلير ونمشي. بدنا نفتح الباب هذا تكفى. ايوه خلنا نحاش باتجاه الجزيرة. تكفى 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 لا تجينا عضة. ما ادري انا امشي باتجاه الجزيرة ولا لا. لا والله انا جيت باتجاه ثاني. شوف ابن الوسخة هذا. يوه الحمد لله صوتي نرفز. مشيت من هناك لهنا. هذا الرابع صح الاخيرة. ايه الحمد لله استكشفنا كل شيء في الجزيرة ما بقى اي شيء. نحشي من هذا الاتجاه. ما يقدر يصيدنا خلاص. رمل رمل بتسبح كيف تجي هنا صفق راسك. اوعدكم الحلقة الجاية اني اجيب راسه بس الحين مش فاضي له. وهذه غنايمنا 3 صناديق. هذه اغلبها مكرر. السؤال الذي يطرح نفسه كيف اشيل الصناديق هذه كلها فوق السفينة الصغيرة هذيك وينها؟ اي صح متخبي هناك. نسيت 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 كلت الثالث نسيت. I'm never eating that again. ما راح اكل ذاك مرة ثانية.
بتاكله غصبا عن خشمك، ما في اي اكل غيره في هذه الجزيره، او ما راح اطبخ، مش فاضي لك. والله لا حل لك تحليل، لسه ما تعرف طريقه لعبي. لا تكفى لا جانريل، لا لا تكفى، كيف بفرز الاغراض هذه كلها؟ لا تكفى، لا لا انسى شيء من الصناديق. اوكي ما في اي شيء هناك. I need to find water. اوف موجود الوتر بالحلال، موجود. كويس انه ينبهنا ما يموت. هذا العطش السريع بسبب الطقعه اللي قبل شوي وانت بكرامه. يا ولد شوف كيف يعطش بسرعه. لا بيموت لاعبي من العطش. هذا كله بسبب الطقع. طيب لو اكلتك واحده بعد زياده ايش راح تسوي؟ هذا في حال الطوارئ، لو شفته بيموت. ان شاء الله الامور طيبه، ما راح احركه. راح نستمتع بهذه الليله بسبب الطقع لين ما يتعبى هذا. انا عطشت بعد. شوف جالس يلمع علامة الماي، دليل ان المرض تأثيره سلبي في وقت بايخ، والله في وقت جدا غلط. على فكرة تعال صاح الفلير قل وين اللي معي. ايوه يا سلام يا سلام، ما يحتاج ارفع الادت ولا شيء، بس احط لي فلير قل في هذا الاتجاه كان مفروض عشان اشوف. بس ان شاء الله ان الدنيا واضحة معكم بعد، على اساس ان احد بيشوفني الحين في طيارة كذا، تشوف في واحد مع فلير جن في الجزيرة ضايع، انا تايه، انقذوني. الله قريبا يا شباب سوف ننجو بانفسنا. نعم مريض في جزيرة لحالي لكم 14 15 يوم الحين، او يمكن دخلنا في 16، صارت الحسبة ما عاد تفرق معي، صرت بضيع في الأيام. الله لا يرويكم هذا الشعور. بضطر إني أخلي الصناديق هذه موجودة في هذا الجزيرة، والشغلات اللي تحتويها 5 صناديق، في 3 أوجا بلانت زادوا علي، وفيهيكل بارت، فلتر بارت، والماركر، الماركر بحاول أصرفه، إلكتريك بارت وفيول بارت. عندي ماركر واحد خلاص. هذا 11 صندوق، خلنا استعرض لكم إياهم. أول شيء الأسلحة، ممكن أصرف السبيرز بس ما في شيء مهم. هذه شوية منوعات مع الأكل اللي بيخرب الظاهر، وهنا الصخور مع كلوذ. هذا الأخشاب رويتكم إياها، بس البلانك هنا زدته صار 3، وهنا الفايبر مع تونة 3 ليذل، والدكت تيب أحس إنه مهم، وهنا 3 نخيل مع 4 سكراب و2 أكسجين. كذا ما باقي إلا 5 صناديق في هذه الجزيرة. أتوقع إنه لازم أكثر شيء 10 مش 11، ممكن لازم أنقص واحد من الصناديق. بحاول أدبر نفسي. بسم الله، نزل واحد، وبريت نزل الشراع. ايوه تكفى لا تختفي، تكفى لا تختفي. اشتغلت لي النغمة، بس وش اتجاهنا؟ ضعنا وربي ضعنا. لازم يجيني النهار عشان اعرف. لا لا الكبيرة هذيك ما تضيع، هي الكبيرة. شوف فائدة الشجرة يوم خليته. وداعا سفينة، جزيرة صغيرة لكن فيها مواد مش طبيعية. أول مرة أسافر بالليل الظاهر. باك يا شباب، وصلنا الى جزيرتنا وبيسنا الجميل مع اشراقة الشمس. توه تقريبا الساعة 5 و6. خلنا ننزله هنا بدل نرميه في مكانه القديم، وننزل الشراع او نرفع الشراع وننزل الانكر. يا سلام، هلا بالغنايم، هلا هلا بالغنايم، هلا. كله هود، اغلبه هود. هذا كله تجهيزا لبناء المستعمرة، لتطوير هذه الجزيرة وتطوير هذه السفينة. الرحلة صراحة أطول مما توقعت، ولكن أتمنى أنكم استمتعتوا فيها مثل ما أنا استمتعت. والله يا شباب أني صورت أكثر من 3 ساعات، ما أدري كم بقسمها وكيف بسويها، لكن أشكركم على المشاهدة، وشكر خاص للمنتسبين، ونشوفكم إن شاء الله على خير في شوف ابن الذين جالس يفرفر هنا. أوعدكم أنه يكون غدانا قريبا. قبل لا نختم
خلنا أعلق هذا قبل أنساهم لأنهم فترة ويخربون. لازم يكونوا وجبتي القادمة اللي هو الاثنين كراب اللي صدناهم. وشب النار يا كليب شبه، ولع ولع وتنكس انت تنكس عشان يكون في السليم في السليم يعني. نلعب بالماي لأنها مرض علينا في السفر. وبس هذا نهاية حلقتنا، أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.